وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أو الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر، أي واعتمر عنه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي قرأناها تنطوي على أحكام فقهية هامة في الواقع، ومن المفيد أن نعرفها وأن نتبينها. الحديث الأول والثاني منها يتعلق بحكم نيابة الإنسان عن شخص آخر في الحج عنه، هل يجوز ذلك أم لا؟ جمهور العلماء على أن ذلك جائز، لكنهم اختلفوا، فمنهم من قال: يجوز للمسلم الذي حج عن نفسه أن يحج عن غيره بشرط أن يكون ذلك الغير قد وكله وكلفه. ومنهم كالشافعية أطلقوا فقالوا: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره طبعا بشروط، سواء وكله أو لم يوكله. ومعتمدهم هذان الحديثان اللذان قرأناهما الآن. الحديث الأول متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد روى الإمام النووي هذا الحديث مختصرا بهذا الشكل: امرأة قالت: يا رسول الله، يعني أثناء مناسك الحج رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب الراحلة ويسافر من بلده إلى مكة ليحج، أفأحج عنه؟ هي تشكو أن والدها لي الحج، هذا أول ما ينبغي أن نعلم، لا يطيع. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي أكثر تفصيلا عندما قالت: أدركه الحج وهو شيخ كبير يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت
لو أنه كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية له؟ قالت نعم. قال لها فحق الله فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. هذا تأكيد لهذا المعنى ذاته، أي أن والدها توفي وفي ذمته دين لله سبحانه وتعالى يتمثل في الحج الذي لم يؤده. قد يكون الرجل في فترة من الفترات استطاع أن يحج لكنه لم يحج إلى أن كبر، وهذا احتمال بعيد جدا، لأن فريضة الحج إنما نزلت في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن فريضة الحج عندما فرضت كان والدها قد بلغ من الكبر عتيا، فلم يعد يستطيع أن يركب الراحلة وأن يتحمل وعثاء السفر. ولكن مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم افترض أن هذا الإنسان مات وعليه دين، وضرب لها مثلا، قال لو كان على أبيك دين وتوفي ولم يستطع وفاءه أو لم يوفيه وأردت أن توفيه عنه أفكان ذلك قضاء عنه؟ قالت نعم. قال لها فدين الله أحق بالقضاء، أي شبه النبي عليه الصلاة والسلام دين الله بالنسبة لفريضة الحج بدون الناس بعضهم مع بعض. والمعنى على كل واحد وواضح، لكن ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ نفهم أولا أن الذي نريد أن نحج عنه ينبغي أن يكون عاجزا عن أداء الحج. أما الإنسان الذي تمكن من الحج بالنسبة لماله وبالنسبة لجسده وقوته وأراد أن يوكل فهذا باطل. طبعا التوكيل غير وارد نهائيا، والدليل على هذا الشرط الكلام الذي ذكرته المرأة، قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، هكذا كان سؤالها، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر سؤالها. لذلك قال العلماء يشترط لصحة الوكالة في الحج أن يكون الموكل عاجزا أو أن يكون قد توفي ولم يحج، وأراد ابنه أو أراد أحد الأقارب أو الأصدقاء أن يحج عنه فهذا الحج جائز. الشافعية يقولون لا فرق بين أن يوصي هذا الإنسان الذي مات ولم يحج بأن يوصي قريبا زيد من الناس أن يحج عنه أو أن لا يوصي. على كل الحال يجوز للإنسان أن يحج عن صاحبه قريبه صديقه بشرط إما أن يكون حيا لا يستطيع، كما كان شأن هذه المرأة التي بلغ والدها سنا كبيرا لا يستطيع أن يفوت على الراحلة، أو أن يكون قد مات، إما أن يكون عاجزا وهو حي أو أن يكون قد مات، أوصى أو لم يوصي سواء. بينما عند كثير من الفقهاء قالوا نعم يصح للإنسان أن يحج عن غيره لكن بشرط أن يوصيه، أوصاه بأن يحج عنه فحج عنه هذا جائز. شيء آخر أيضا ينبغي لمن يريد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فأما إن لم يكن قد حج عن نفسه فهذا الحج الذي يحجه آليا لا يمكن أن ينصرف إلا إلى حجه هو، يعني بشكل أوتوماتيكي. أنت لم تحج والآن حججت، إذا حجك هذا عن نفسك فلا يصح له أن ينوب عن غيره قط. طبعا عندما ينوي الحج هذا الإنسان الموكل ينبغي
عند الإحرام أن ينوي بالحج، هذه الوكالة، يقول لبيك اللهم بحج عن فلان، أو لبيك اللهم بعمرة عن فلان، هكذا. ولا يشترط أن يحرك لسانه بذلك، وإنما مكان نية القلب. فإن أراد أن يحرك لسانه أيضا فحسن لا بأس. نعم. ويؤدي المناسك تماما كأوفى ما ينبغي أن تكون. الآن كثير من الناس يسألون هل يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يأخذ أجرا على ذلك؟ نعم يجوز لا بأس. هو ليس أجرا في الواقع، هو ليس أجرا يأخذه لنفسه، وإنما هي كلفة الحج فيما لو كان الموكل أراد أن يحج. هنالك كلفة، أجرة الراحلة، أجرة الطائرة، النفقات الأخرى المعروفة، هذه كلها من الذي يدفعها؟ يدفعها من كان هذا الحج له. وما دامت الشريعة الإسلامية أقرت الاستنابة والإنابة في الحج، إذن فالذي يتحمل نفقات الحج من؟ الموكل أم الوكيل؟ الموكل. طيب، إذا عرف الموكل أن تكاليف الحج عبارة عن مثلا 40,000 50,000 ليرة، ولكنه أراد أن يزيد فأعطاه 100,000 أو نحو ذلك، هل الوكيل أن يأخذها؟ نعم له أن يأخذها، هذه تعتبر يعني هدية، وهذا نوع من السعة هبة نحو ذلك. نعم. إذن لا ضير في أن يأخذ الوكيل تكاليف الحج من موكله، وإذا لم يأخذ أيضا هذا شيء جائز. نعم. هنا موضوع آخر العلماء بحثوا، طيب هذه الفتاة سألت عن الحج، والحج عبادة، وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها أن تحج عن أبيها، يا ترى هل يجوز لنا أن نقيس الصلاة أيضا عن الحج؟ فنقول رب رجل أدركه المرض وأقعده المرض أشهرا ثم مات ولم يستطع أن يصلي في المدة التي أقعده المرض فيها، نفس السؤال يعني ابنته أو ابنه قد يسأل أحدهما الشرع إن أبي في أشهره الأخيرة لم يتمكن من أداء الصلاة أفأصلي عنه؟ لا، لا يجوز لنا أن نقيس الصلاة على الحج. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاز، والحج عبادة والصلاة عبادة. أمور العبادة أيها الإخوة دقيقة، وقال العلماء لا يجوز القياس في العبادات، القياس في العبادات غير جائز. كل عبادة أخذنا حكمها من نص من القرآن أو من الحديث نطبق هذا الحكم على هذه العبادة، لكن ليس لنا أن نقيس عبادة أخرى عليها، كأن نقول يا أخي ما الفرق بين الصلاة والحج، أنا أصلي أيضا عن أخي أو عن أبي لأنه في السنة الأخيرة لم يستطع أن يصلي أو ما كان يصلي مثلا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أفتى في هذا، أفتى بصحة الوكالة في الحج فقط، والقياس في العبادات عند جمهور الفقهاء غير جائز للحيطة في شأنها. ولذلك يعني لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الطواف والبيت الصلاة، يعني مثل الصلاة. لو واحد كان عم يطوف وأكل طوافه يعني يلغى؟ لا لا يلغى، طوافه صحيح. شرب وهو يطوف طوافه صحيح، تكلم مع رفيقه طوافه صحيح.
لعلنا أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، إذا نقيس الصلاة على الطواف، كما أن الأكل في الطواف لا يفسده والشرب لا يفسده والحديث لا يفسده، فلنقل أيضا أن الأكل والشرب والكلام في الصلاة لا يفسدها. لا يجوز، لأن العبادات لا يجوز القياس فيها بشكل من الأشكال. فلو أن الإنسان أكل ناسيا في الصلاة وأكل كمية يعني لا بأس بها، لقمة مثلا أكلها في الصلاة تبطل صلاته. قد يقول أحدنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من أكل ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلنقس يا أخي الصلاة على الصوم؟ نقول لا، ما تستطيع تقيس عبادي على عبادي. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن الصلاة كمان فليتم صلاته إذا أكل ساعة نقول نعم، أما بالقياس تجر الصلاة إلى الصوم بالقياس لا، هذا إلى جانب الفارق الكبير. في فارق، الصوم مجاله واسع، فاحتمال النسيان في الصوم وارد، يعني الإنسان في الصوم يذهب يمشي يدخل في مطعم يجلس على مائدة يتحرك من الصباح إلى المساء، احتمال النسيان وارد. في حين وقت الصلاة ضيق وهو في وضعية خاصة يبعد جدا عن يعني ينسى ويجلس ويأكل وهو يصلي، هذا بعيد. نعم، ثم الصوم إذا بطل انتهى، ليس ثمة فرصة لأداء صوم جديد في ذلك النهار، ما في أمامه إلا القضاء. ذلك لأن كل نهار صومه من أوله إلى آخره، في حين أن صلاة الإنسان إذا فسدت لا أشكال يستطيع أن يقضيها أن يصليها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. أقول هذا الكلام أرسخ في أذهانكم أن القياس في العبادات غير وارد، لا قياس في الكفارات ولا في النذور ولا في العبادات. نعم، إذا لا نقول أنه يجوز لإنسان أن يصلي عن إنسان آخر أو أن يصوم عن إنسان آخر، لا يجوز لنا أن نقول قياسا على الحج. الحج نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول إن هذا الحديث ذكره البخاري بتفصيل أوسع، وهي أن امرأة وضيئة استوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف فسألته هذا السؤال، وكان قد أردف رسول الله وراءه عبد الله بن عباس فكان ينظر إليها، فأمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. هذا يعني الجزء من الحديث وقف عنده الفقهاء طويلا. هناك من العلماء كما تعرفون من قال إن وجه المرأة ليس عورة، يعني فلها أن تكشفه، طبعا إلا إذا علمت أن هنالك من يفتتن بها، عندئذ يجب أن تغطي وجهها ولو لم يكن عورة. لكن في أعم الأحوال هنالك من ذهب من الفقهاء إلى أن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة في السوق، يعني أمام الرجال الأجانب. من جملة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي هذا الحديث، قالوا ها هي دي امرأة فتاة وضيئة كما قالوا، سألت رسول الله سؤالا وهي مكشوفة الوجه، والدليل على ذلك أن عبد الله بن عباس وكان شابا صغيرا يافعا كان ينظر إليها، فأدار رسول الله وجهه منبها إياه إلى أن لا ينظر، ولو كان الوجه ليس ولو كان الوجه عورة لكانت قد أسدلت على وجهها. العلماء الذين قالوا بل إن الوجه عورة قالوا هذا الحديث لا حجة فيه، لأن هذه الفتاة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة أثناء مناسك الحج،
وطبعا المرأة في هذه الحالة ينبغي أن تكون كاشفة الوجه. فهذا الحديث ليس حجة في هذا الموضوع، ولكن مع ذلك هنالك رأيان في هذا الموضوع، والرأيان اتفقا على أن فاسقا أو فساقا لو كانوا ينظرون إلى فتاة أو امرأة ما نظر ريبة أو نظر فتنة، وعلمت طبعا الفتاة ذلك أو ظنت ذلك، يعني غلب على ظنها ذلك، وجب عليها أن تستر وجهها عند الجميع بدون خلاف في هذا الصدد. نعم، فهذه هي الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث. ومثله الحديث الثاني في المعنى ذاته عن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن سفر، قال حج عن أبيك واعتمر. ما الفرق أيها الإخوة بين هذا الحديث والذي قبله؟ الفرق التالي، الحديث الأول والد هذه الفتاة كان قد مات، فهي تسأل عن حجها عن شخص لم يعد حيا الآن. أما الحديث الثاني فهو سؤال عن رجل لا يزال في قيد الحياة لكنه شيخ كبير لا يستطيع الحج، وأجابه رسول الله بمثل ما أجاب به تلك المرأة. لكن لاحظوا العجز الذي هو مناط هذا الحكم، العجز الدائم، يعني العجز الذي يكون عن شيخوخة بسبب شيخوخة، عجز الشيخوخة لا يعود إلى قوة، ومن يعمره ننكسه في الخلق، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسانا شابا أو في يعني سن الكهولة مرض فعجز، لكن عجزه غير دائم، متوقع بعد حين أن يشفى وأن يعود إلى قوته وشأنه. لا نقول يجوز الحج عنه في هذه الحالة، العجز الذي يبيح الوكالة في الحج هو العجز الدائم الذي لا انقضاء له في غالب الظن، أما باليقين لا يستطيع، حتى الرجل الذي وصل سنه إلى 100 يمكن أن يعود فتيا إذا أراد الله ذلك، لكن عادة رب العالمين مثل هذا الإنسان انتهى، إذا يجوز أن يوكل. لكن الإنسان مرض في العام الذي كان يريد أن يحج فيه مرض، وعما قريب المأمون أن يشفى إن شاء الله وكل ابنه في الحج، إذا حج ابنه عنه هل تسقط فريضة الحج عنه إذا شفي؟ لا تسقط عنه، ودل على ذلك هذا الحديث الثاني إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن حتى السفر لا يستطيعه. إذن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عنه. كأن أيها الإخوة الفرق، يعني أكيد بعض منا سيقول طيب ما الفرق، لماذا الوكالة في الصلاة غير جائزة وفي الصوم والوكالة في الحج بالذات جائزة؟ الواقع أن هنالك فرقا كبيرا بين عبادة الحج والعبادات الأخرى. العبادات الأخرى يعني تحتاج إلى طاقة جزئية، وتحتاج إلى زمن جزئي، وتحتاج إلى جهد جزئي. الصلاة 5 دقائق نصلي، الصوم أيضا من الصباح إلى المساء وانتهى الأشكال، بينما الحج سفر في أغلب الأحيان، ثم إنه نسك يمتد إلى عدة أيام، إلى 2 أو 3 أيام. نعم، ثم إنه نسك معقد، ومن ثم فقد كانت عبادة الحج عبادة فريدة من نوعها، ذات صفات لا توجد في العبادات الأخرى. أولا عبادة واحدة وتمتد إلى بضعة أيام، عبادة واحدة لكن من أعمال متعددة متنوعة كثيرة، عبادة واحدة وهي مرتبطة بأماكن معينة في أزمان معينة، لا بد من الذهاب إلى تلك الأماكن من شرق العالم وغربه. كل هذه الصفات تجعل
للحج معنى مختلفا عن سائر العبادات الأخرى. فلما كان الأمر كذلك كانت الأحكام المنوطة بالحج مستقلة بها، لا يجوز لنا أن نقول الصلاة كذلك مثلها، الصوم كذلك مثله وهكذا، هذا لا يجوز لنا. الزكاة أنا لا يجوز لي أن أتوكل عن زيد من الناس بدفع زكاته إذا لم يوكلني، في حين أنني يجوز أن أحج عن والدي ولو لم يوكلني. لكن هل أستطيع أن أقول والله فلان من الناس مسكين مرت عليه سنوات ولم يدفع زكاة ماله وزكاته لم يكذا شفقة عليه ذات ودفعت عنه الزكاة وهو لا يعلم، هل هذا يسقط مسؤولية الزكاة عن عنقه؟ لا يسقطها. العبادة المنوطة بك أنت، لكن للحج وبيع أخرى، للحج معنى آخر يختلف به عن سائر العبادات التي نعرفها. أما الحديثان الثالث والرابع فيتعلقان بالطفل. رجل ذهب حاجا واصطحب معه طفله الصغير عمره 7 سنين أو أقل، نعم، وأراد أن يؤدي به مناسك الحج وأن يحرم عنه وأن يلبسه الإحرام إذا كان ذكرا يعني تماما مثله، هل يعد ذلك حجا له لهذا الطفل؟ لاحظ، إذا أردنا الثواب نعم كما قال عليه الصلاة والسلام، أما إذا أردنا بالسؤال الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام سقوط الحج عنه إذا كبر فلا، يعني الحج كتب له والثواب تحقق له ولو طفل، لكن بس يكبر يصير بالغ ما بيكون، لا يقال له حج. إذا كان متمكنا من حيث القدرة الجسدية والمالية يجب عليه أن يحج وكأنه لم يحج، هنالك فرق. وهذا الذي نقوله أخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، يعني كنت طفلا، والدي وأمي وأهلي يعني أخذوني وحججوني، ألبسوه الإحرام وطافوا به وسعوا به إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يعلم، فكان هذا دليلا على أن حجه صحيح. واحد يقول طيب ما في هون كلام أن النبي قال نعم حجه صحيح، الحديث هو بس هيك. الثائب يقول حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين في حجة الوداع مع رسول الله. طيب أين الدليل على أن رسول الله أقر حجه؟ عندنا قاعدة، حيثما قال صحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام حكمه حكم الحديث المرفوع، لأن لما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله شو يعني؟ يعني ورسول الله يعلم ينظر، هذا بالاتفاق. يقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، العزل يعني هو السعي أثناء مقاربة الرجل زوجته ألا يكون هنالك حمل، هذا ما المراد بالعزل كناية عن كذا. يا ترى جائز ولا غير جائز؟ جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ما قال إن النبي أجاز، متى ما قال كنا نعزل على عهد رسول الله نفعل كذا على عهد رسول الله يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. ثم هذا الذي نقوله اتضح وتأكد بالحديث الثاني الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، مكان قريب من المدينة المنورة، يعني بينه وبين المدينة المنورة حوالي 30 ميل، يعني حوالي 40 كيلو تقريبا. فقال من القوم؟ قال مسلمين جايين حج. قال من أنت؟ ما أعرف أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا
كان عرفة معنى تصغير ظهير. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. له حج ولك أجر. لماذا؟ إن كان طفلا وإن كان كبيرا هو عبد من عباد الله عز وجل. وفكرة الإسلام جامع مشترك بين الأم والطفل. الفطرة الإيمانية ربما كانت موجودة ونامية بين جوانح هذا الطفل أكثر من نمومها لدى الأم. فأن يحج به، يطاف به، يسعى به، يمضى به إلى الموقف، كل هذا يكتب له حجا، يعني أن الله عز وجل يؤجره من ولو لم يكن مكلفا. لكن هذا شيء، وسقوط الفريضة عنه شيء آخر. في قاعدة يا أخوانا لازم نعرفها، في فرق بين الثواب الذي يستأهله الطفل على العبادة وبين سقوط المسؤولية عنه على العبادة. أما الثواب فيناله الطفل بالغا أو غير بالغ. يعني طفل جاء مع أبيه يصلي، عمره 5 سنين 6 سنين، مميز يعني، يقدر يجي على الجامع. نعم، ثوابه في أداء الصلاة كثواب الكبير. وعندما يكبر ويموت ثم يحشر يوم القيامة وتوضع صحائف أعماله في يديه، يجد لنفسه أعمالا طائلة كلها لم يفعلها إلا عندما كان طفلا صغيرا. نعم. أما أن تكون طاعته هذه في صغره إسقاطا للمسؤولية فلا، هيدي بقى تكليف. لما بتكلف بصير بالغ، ساعتها بقى صلاته تعتبر أداء لتكاليف منوطة في عنقه. يعني واحد بعد ما بلغ ما عاد صلى، بيقول علي يا بابا صليت 5 سنين قبل ما يصير بالغ صليت، هذول بيحلوا محل هذول؟ لا، ما بيحلوا. هذولك لهم ثواب، لكن الصلاة التي تركها الإنسان بعد بلوغه لا كفارة لها إلا أن يقضيها، وربما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. الواقع أنا هذا من أهم الأحكام الفقهية التي ينبغي أن يعرفها كل منا، سواء حج أو لم يحج. فما بالك بمن أراد الحج إلى بيت الله الحرام. لكن لا بد أيها الإخوة، للإنسان الذي يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام أن يعزم عزما تاما على أن يتطهر من السيئات والأوزار الباطنة والظاهرة كلها. في ناس استغابوا، يروح لعندهم يتصل فيهم بالتليفونات يستسمحهم بحكمة طبعا، ما يقول والله أنا سبيتك وحكيت اليوم الفلاني عنك كذا وكذا وكذا، لا مو هيك، بيقول له والله الدنيا فيها حياة وموت وأنا رايح على الحج وروح بدعي لك إن شاء الله، الله يخليك، ما تعرف الإنسان شو بيطلع من تمه، أرجو إنك تسامحني هكذا. في حقوق مالية تؤديها ثم تتجه بقلب أبيض وبنية صافية عن الزغل، وأنت تتصور أنك ربما لن تعود من الحج إلى دويرة آلك، ربما كان قضاء الله في رحيلك هناك، كيف تكون حالتك؟ ثم تعكف على دراسة أحكام الحج، أحكام معقدة، واجبات الحج، شرائط الحج، مفسدات الحج، أركان الحج، وهكذا العمرة، أحكام التمتع، أحكام الإفراد، أحكام القران، كل ذلك. فإذا ذهبت إلى هناك وأحرمت فتصور أنك تتحرك في عرصات القيامة وأنك قد خرجت من دار الدنيا، والآن أنت في الحشر. الواقع أنه كأن الله جعل من الحج تذكرة صغيرة 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 لأحداث يوم القيامة، من حيث السياق ومن حيث المظهر ومن حيث ما عاد في فرق، الحاكم والمحكوم والقائد والمقود والرئيس والجندي والضابط وكلهم كلهم أرجوني شو الفرق بيناتهم؟ ما حدا بيستطيع يرفع يعني شوكته بأكثر من أي واحد إطلاقا بشكل من الأشكال.
فتصور أنك يعني مع الله في عرصات القيامة، شبكوا حالك بهذه الساعة، لا تنشغل بدنيا ولا بله ولا بسوق، تذهب إلى السوق لتبحث عن الهدايا التي ينبغي أن تشتريها لك، خليها لبعد ما تخلص من المناسك، هل أنت مالك فاضي لهذا الأمر بشكل من الأشكال؟ نعم، كن مع الله، فإذا دخلت بيت الله الحرام فأشعر نفسك أنك أمام الله، أنك أمام الله، وانسى الحجارة التي أمامك، ضع نصب عينيك أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا قفت فاجعل دعاءك لنفسك ولإخوانك ولعباد الله، نعم لهجتك وحديثك، نعم، واشعر نفسك أنك عبد ذليل، ذليل حقير في رحاب الله سبحانه وتعالى، كذلك عند السعي، كذلك عندما تخرج إلى منى، كذلك في عرفة، كذلك كذلك وهكذا. وإياك إياك أن تكون ممن يتبعهم الشيطان إلى تلك الأماكن أيضا، يجعلنا من مواقفهم يوم عرفة يعني زرع، كما قلت لكم في درس مضى. نعم، وأنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين كتب الله لهم الحج، إن شاء الله تكون كتار، نعم، إن ربي عز وجل يجعل حجهم حج مبروك وسعيهم سعي مشكور، ويلهم الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم ولأمتهم، نعم، أسأل الله عز وجل ذلك. نختم درسنا كالعادة بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد على نعمة الستر. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان. اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا، وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم اجرنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أزواجنا، اللهم عافنا في ذرياتنا، اللهم أعط كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم هيئ لمن كتبت لهم الحج إلى بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وطاعة متقبلة يا رب العالمين. اللهم ومن لم يكتب له الحج إلى بيتك الحرام في هذا العام فاكتب له أجر ذلك، ووفقه إلى ذلك فيما يأتي يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم يا مولانا يا ربنا انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم عن عبادك المظلومين. اللهم أنزل جام غضبك وانتقامك على الظالمين. اللهم أنزل جام غضبك وانتقامك على الطغاة المجرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت فحقق ذلك. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت يا من لا يخلف الميعاد فحقق لنا ذلك. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت فحقق لنا ذلك ولو لم نكن أهلا لذلك، فأنت أهل للإكرام، أنت أهل للإنعام، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وإنا لنعلم أن شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الحماية. احم عبادك المؤمنين بحرمة أطفالهم، شيوخهم الركع،
النساء اليتامى، النساء المرملين الثكالى. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن لا تخيب رجاءنا، وأن تحقق لنا سؤلنا، وأن تأتي كل مما رجاءه، وأن تعلم بخفيات أمورنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.